أهلا ومرحبا بكم. سجل مكتب الصحة في عدن 8 حالات وفاة نتيجة وباء الكوليرا، فيما بلغ عدد الحالات المصابة بالوباء 105 حالات. يأتي هذا كرصيد إضافي لما قالته منظمة الصحة العالمية قبل 3 أيام من أنها سجلت 340 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، منها 18 حالة في محافظات تعز والحديدة وصنعاء والبيضاء ولحج. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: مخاطر تفاقم وباء الكوليرا وسبل مواجهته، وما حجم الجهود الحكومية والدولية في مكافحة الوباء. وباء الكوليرا في اليمن يوشك أن يصبح خارج السيطرة، هذا ما يقوله ناشطون وعاملون في المجال الطبي والإنساني، يعززون ذلك بتقارير يومية عن تفاقم حالات الإصابة في كل من عدن وتعز والحديدة ولحج. أما المنظمات الدولية فتبحث عن التمويل الكافي لتنفيذ خطة مكافحة هذا الوباء الفتاك في البلد الغارق بالأوبئة والدم. منظمة الصحة العالمية قالت إن خطة الإنقاذ تحتاج لأكثر من 22 مليون دولار، وهو رقم ثقيل يعكس حجم الكارثة التي يشهدها اليمنيون في ظل انعدام الرعاية الصحية وغياب وزارة الصحة العامة بشكل كبير. قبل البدء في النقاش نذهب لمتابعة تقرير محمد القاسم حول الموضوع. قليلة هي فرص التقاط الصور لأمثال هذا الرضيع اليمني، لا الظروف الأمنية ولا المناخية للبلد الذي يعيش فيه تسنح لبث كامل الصورة لا بعضها، بيد أن العالم يعرف منذ فترة أن كارثة إنسانية كبيرة يشهدها هذا البلد الواقع تحت النار، منطقة تتهدد الأوبئة والأمن الغذائي وخطر الجوع فيها الملايين بعد أن وصلت الحرب ذروتها. ليس هؤلاء المصابون بالأوبئة آخر من تستقبلهم المستشفيات، فأعداد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في تزايد، مرض بات يوشك على أن يصبح خارج السيطرة ويتطلب توفير أكثر من 22 مليون دولار لمكافحته. هذا ما قالته منظمة الصحة العالمية، كلام غير مطمئن. حتى وإن أكدت إمكانية وقف هذا الوباء، يحتاج الأمر إلى توفير دعم عاجل للحيلولة دون انتشاره. كيف؟ هذا ما ستبحث المنظمة مع شركائها الدوليين من أجل إنقاذ هذا البلد من الأوبئة الفتاكة، ويتطلب الأمر أيضا وقف الصراع الدامي والمرير لإدخال المساعدات الطبية والغذائية. بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في الجمهورية وصل قبل 3 أيام إلى 18 حالة، في حين تم تسجيل 340 حالة يشتبه في إصابتها بالوباء نفسه في كل من الحديدة وتعز وصنعاء والبيضاء ولحج. أما عن الوفيات فلم تسجل المنظمة إحصاءات دقيقة وشاملة باستثناء ما تتناقله الأخبار عن حالات وفيات في بعض المحافظات. ففي عدن العاصمة المؤقتة للبلاد وصلت حالات الإصابة المشتبه بها في المدينة إلى نحو 105 حالات بحسب مدير عام الرعاية الصحية الأولية، والذي قال إن أكبر نسبة إصابات ووفيات رصدت بمناطق دار سعد والبساتين شمال المدينة، وهو الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم في عدن لإقرار منح طلاب المدارس إجازة مؤقتة من أجل اتخاذ إجراءات للوقاية من الكوليرا تجاوبا مع مخاوف أولياء الأمور من تفشي الوباء. الشاهد أن سرعة انتشار الوباء أكبر من الجهود الحكومية والدولية لمكافحته، فتفشي الكوليرا يختصر وضع اليمنيين البائس والمعذب، ويجعل من الصعب مقاومته في ظل انعدام الرعاية الصحية واستمرار النزيف اليومي. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع مدير عام الرعاية الصحية بعدن الدكتور محمد مصطفى. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. دكتور محمد، بداية هناك أنباء تتحدث عن تشكيل لجنة برئاستك من أجل مكافحة وباء الكوليرا في عدن، لو تضعنا في البداية كتقييم لحال انتشار الكوليرا في عدن، كيف تقيمون الوضع وأيضا ما هي خططكم في هذه اللجنة المشكلة مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لجنة مشكلة مقدما وليس مؤخرا، فور الحصول على البلاغ في الثلاث الحالات الموجبة التي تم اكتشافها في الأسبوع الماضي تم تشكيل لجنة الطوارئ والعمليات المركزية برئاسة الأخ المحافظ محافظ عدن وعضوية كل من مدير عام مكتب الصحة، مدير عام مكتب الرعاية الصحية، مدير عام صندوق النظافة، مدير عام المياه، ومدير عام
البلديات والإسكان، وكذلك مدير عام التربية والتعليم، وعضوية كل من وكلاء المحافظ لشؤون المديريات، وآخر أيضا وكيل المحافظة الأول. هذه اللجنة أول ما فور تلقي البلاغ بشكل كامل من إدارة الرصد الوبائي في وزارة الصحة في مكتب الصحة العامة وسكان عدن، تم تشكيل هذه اللجنة ووضع خطة عمل لاحتواء الوباء وعلاج الحالات والوقاية من هذا المرض. قسمت القطاع على كل قطاع، قطاع الصحة ماذا يعمل، قطاع التربية ماذا يعمل، قطاع المياه ماذا يعمل، قطاع النظافة وأيضا صحة البيئة، وبالإضافة إلى قطاع التربية والتعليم. فكان كل قطاع له يعني له خط سير معين، كل القطاعات مشتركة لتقديم خدمة واحدة التي هي يعني القضاء على المرض والوقاية منه وعلاج المرض. طيب، هذه الخطة وهذه المهام التي قسمت بينكم كمسؤولين في السلطة داخل محافظة عدن، هل أسهمت في الحد من انتشار الوباء؟ هل الوباء تحت السيطرة؟ للعلم أنه يعني أول ما تظهر ثلاث حالات حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية، فتعتبر المنطقة موبوءة بالكوليرا. إجمالي عدد الحالات وصل الآن إلى 112 حالة. هذه الحالات جميعها كانت تعاني من اسهال شديد مصحوب بقيء. تمام، كمان حالات من هذه الحالات وفيات، خمس حالات موجبه الى الان الذي اخذنا منها عينات وفحصناها يعني عملنا فحوصات زراعيه مخبريه وطلعت موجبه. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني انها عدن الان موبوءه بالكوليرا. بالكوليرا يعني الآن تم التأكد من أن هذه الحالات، حالة الوفيات، تمت وفاتها جراء الكوليرا. حالة الوفيات نحن ما نقول أنها تمت يعني نتيجة الكوليرا، ليس لأنه عند فحص المخالطين لهذه الحالات لم توجد أي إجابة موجبة، لكن الحالات كلها كانت هذه التي توفت كانت تعاني من إسهال شديد وطرش. بعضها يعني بعضها توفى في البيت، بعضها توفى عند باب المستشفى. طيب يا دكتور، فيما يخص الحديث عن التشابه يعني او ربما اللبس، اما جراء الكوليرا او نقص في الرعايه الصحيه واعراض اسهال اخرى، هل انتم قادرون وفق ما لديكم من امكانيات للفصل والتاكد بشكل دقيق يعني من حالات المصابين انه هذا مثلا طريق الكوليرا او امراض اخرى ربما أو نقص في الرعايه؟ أنا وضحت لك الان بشكل واضح. أي حالة يعني نسميها نحن حالة اسهال شديد وطرش وقيء، تمام، هذه مشتركة الأعراض مع بقية يعني مع بقية أمراض أخرى زي التسمم الغذائي أو الإصابة بمرض الشيجيلا، تمام. لكن عند أخذ العينات من مرضى خمس حالات طلعت موجبة، إذا معناه إنه الآن عمم عن الجميع بسياسة علاجية موحدة هي كيفية علاج حالات الكوليرا بطريقة ببروتوكول منظمة الصحة العالمية. طيب قبل أن أختم معك سؤال أخير دكتور محمد وحتى تصل الفائدة للناس، كيف يمكن تمييز أعراض الكوليرا وبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذه الأعراض ومتى يشعر المريض بأنه في مرحلة خطورة؟ من خلال هذه القناة أنا أحب أوصل رسالة صريحة ومهمة جدا. اي مريض يعاني من اسهال شديد غير قادر التحكم به، اسهال مائي شديد، تمام، ممكن يكون مصحوب بطرش او غير طرش، تمام، يتوجه الى اقرب مركز صحي، لانه هذه الدقائق الذهبيه مهمه جدا في الحيلوله دون وصول المريض الى مرحله الجفاف، وهي المرحله الخطره. مرحله الجفاف هي التي تقتل المريض نتيجة فقدان جميع السوائل وتوقف عمل الكلى وتوقف عمل الأجهزة الأخرى في الحيوية في الجسم. لذلك أول ما يشعر المريض بإسهال شديد، تمام، شديد أقصد شديد يعني ما لا يقدر التحكم به مائي، تمام، وطرش أو غير طرش، يتوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على العلاج. والعلم هناك أربع مراكز صحية موجودة في محافظة عدن، في مستشفى الجمهورية، تمام، وفي مستشفى الصداقة، وفي مركز الصحي في المعلة، وفي مستشفى صلاح الدين العسكري في منطقة البريق. شكرا لك. للوقاية تفضل دكتور. للوقاية من المرض هذا. المرض هذا مرض ينتقل عن طريق المياه نتيجة تلوث هذا الماء بمكروب الكوليرا.
تمام، او تلوث الاغذيه الذي هي الخضروات والفواكه، او تلوث الايدي، او يعني عن طريق في اماكن الازدحام الشديد او تمام، واكل الاغذيه الملوثه يعني الملوثه بهذا الميكروب. فبالتالي غسل اليدين قبل الاكل وبعده، يعني استخدام النظافه الشخصيه بعد الخروج من الحمام، تمام، وغسل الفواكه غسلا جيدا، وغسل الخضروات، والتقصي عن مصدر المياه الشرب الذي يشربها الشخص والعائله. العدوى الخضروات الان، هل هناك امكانيه لنقل الوباء عن طريق العدوى؟ عن طريق ايش؟ العدوى، العدوى يعني مثلا المخالطه في البيت، اذا كان هناك مريض يمكن ان ينتقل لافراد باقي افراد الاسره؟ انا اقول طرق الانتقال هي المصافحه او شرب ماء ملوث، تمام، او يكون الشخص حامل الميكروب ويقوم بطبخ الاكل او بيع الخضروات او الفواكه للناس الاصحاء. لا حول ولا قوة. أشكرك جزيلا دكتور محمد مصطفى، مدير عام الرعاية الصحية في عدن. في بلقيس سنبقى ونتابع هذا الموضوع وتقديم النصائح للناس. شكرا جزيلا لك وعلى كل المعلومات والإحصائيات التي قدمتها، وأيضا على النصائح فيما يخص التعامل مع هذا الوباء. تنضم إلينا من القاهرة الآن الناطق باسم منظمة الصحة العالمية رنا صيداني. أهلا بك أستاذة رنا. شكرا. إذا كنت استمعتي لحديث الدكتور محمد مصطفى مدير عام الرعاية الصحية في عدن، كان يتحدث عن آخر الإحصائيات لديهم في عدن عن انتشار الوباء. وفق التقارير المرفوعة والواصلة إليكم في منظمة الصحة العالمية، كيف تقيمون حالة انتشار وباء الكوليرا الآن في اليمن؟ نعم، لا شك أن الأرقام تتغير بشكل مستمر، يعني الأرقام التي ممكن أن أستخدمها الآن ممكن أن تتغير غدا لأن هناك انتشار لهذا الوباء. بداية بلغت حتى الآن عدد الحالات المشتبه في أنها كوليرا 506 حالات في عدن، صنعاء، البيضاء، الحديدة، لحج وتعز. أكثر من 65% من هذه الحالات المشتبه بها هم أشخاص يبلغون أقل من 30 عاما، أطفال وأشخاص يعني أصغر من 30 عاما. أما عدد الحالات المؤكدة فآخر التقارير هي 20 حالة في صنعاء، في عدن، في لحج وفي البيضاء. بالنسبة للإمكانيات المتوفرة داخل مراكز صحية في اليمن، هل هي قادرة للفصل والتأكيد فيما يخص أن المريض مصاب بالكوليرا، أم ربما قد يكون هناك لبس واشتباه بأمراض أخرى؟ الآن وصلنا في مرحلة الانتشار إلى أن الأهمية فعلا هي توفير العلاج للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإسهال المائي الحاد، لأنها فعلا الكوليرا بخلال ساعات ممكن أن تتسبب بالوفاة بسبب جفاف الجسم. لذلك التركيز الآن في هذه المرحلة هو فعلا توفير العلاج، إعطاء المحلول الوريدي، المحلول الذي يؤخذ عن طريق الفم لتزويد الجسم بما يكفيه من السوائل قبل أن تصل حالة المريض إلى حالة. هذه يعني الأدوية موجودة داخل اليمن متوفرة، هل هناك كمية كافية؟ نعم متوفرة، وتقوم منظمة الصحة العالمية بتوفيرها يدا بيد مع وزارة الصحة مع شركائها الصحيين، ولكن لا شك أن الوضع الأمني يجعل أن المرضى لا يصلون في الوقت المناسب إلى المراكز الصحية. في بعض الأحيان يتوفون في منازلهم بسبب عدم قدرتهم للوصول إلى المركز الصحي، أو يصلون كما حصل في الحالات المؤخرة أخيرا، يصلون على ويتوفون قبل أخذ عينات من أجل التأكد إن كانت حالات كوليرا أو لا. مؤخرا أبلغنا من قبل وزارة الصحة اليمنية بوجود 13 حالة وفاة بسبب يعني مرتبطة بالإسهال المائي الحاد، ولكن هذه الحالات يعني توفوا قبل أن يتمكن العاملون الصحيون من أخذ عينات للتأكد إن كانوا مصابين بالكوليرا أم لا. الأهمية فعلا تكمن في هذه المرحلة هو معالجة جميع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإسهال لمنع تدهور حالتهم والوصول إلى حالات وفاة. الدكتور محمد تحدث عن أعراض مهمة، قال الإسهال الشديد وربما قد يصاحبه القيء، وأن الأسباب تلوث الأغذية وربما تلوث المياه. هل هناك أعراض أخرى يمكن الاستدلال من خلالها على الوباء وبالتالي على الناس التوجه في هذه الحالة للمراكز الصحية؟
لا هو فعلا الدكتور يعني صرحها بشكل مسهب وشكل صحيح، وأنا أحب أن أزيد أنه فعلا هناك دور للمجتمع بالتوجه السريع إلى المراكز الصحية ما أن تظهر الأعراض، لأنها الحالات ممكن أن تتدهور بخلال ساعات. وفي المقابل لا أريد أن أنشر الرعب، لأن الكوليرا ممكن أن يتم علاجها بشكل سهل إن تم توفير المحلول من خلال خلطه مع المياه الآمنة وشربه حتى في المنزل. يعني ليست كل حالات الكوليرا المشتبه بها تحتاج إلى رعاية في المراكز الصحية، ولكن كلها تحتاج إلى التزود بالمياه الضرورية وبالسوائل للاستمرار على البقاء على قيد الحياة. إذن هناك في دور مجتمعي للحصول على هذه المحاليل من المراكز الصحية أو بالتوجه إلى المستشفيات إن كانت الحالة يعني قد بدأت وقد تدهورت. هذا فيما يخص العلاج، فيما يخص أسباب المرض هل هي تحت السيطرة؟ يعني أنت تحدثي عن أنه في حال توفر الأدوية والمحاليل يمكن الوقف أي خطر على حياة الناس، فيما يخص الأسباب التي أدت إلى انتشار الوباء هل هي تحت السيطرة؟ يمكن التعامل معها؟ لا شك أن تدهور الوضع الأمني وتدهور البنية التحتية وعدم تمكن ثلثي اليمنيين من الحصول على المياه المأمونة للشرب، كل هذه العوامل زادت من خطر انتشار الكوليرا. ويعني الكوليرا لا تأتي في 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 بشكل مفاجئ، لا شك أن البنية التحتية متدهورة وعدم توفر مراكز الإصحاح أو نعول كثيرا أستاذة رنا الآن على الاستفادة من الهدنة وإيصال المساعدات للناس. إذا كانت لديكم إحصائية في منظمة الصحة العالمية حول آخر الإحصائيات للوفيات، يمكن تطلعون على هذه الإحصائية؟ الوفيات التي تأكد ارتباطها بالكوليرا، لا يوجد أي وفيات مرتبطة بالكوليرا تم فحصها مختبريا. الأشخاص الذين توفوا وهم 13 شخصا لديهم أعراض إسهال مائي حاد، وتوفوا قبل أخذ عينات التي تؤكد إصابتهم بالكوليرا أم لا. في اتصال معك قبل يومين من قناة بلقيس وأيضا في بيان صادر عنكم تحدثتم عن حاجتكم ل 22 مليون و 350 ألف دولار من أجل مواجهة هذا الوباء، ماذا عن التفاعل؟ هل تم هناك تفاعل وتوفرت هذه المبالغ ولو جزء منها، أم هناك يعني حتى الآن ما زالت في إطار المناشدات من قبلكم ولا تفاعل من أي جهة أو منظمات؟ للأسف لحد الآن لم نشهد أي تفاعل يعني بشكل عملي. هناك بعض المانحين الذين اتصلوا بنا وسألوا عن الحاجات، ولكن لم يصلنا بعد أي وعد بشكل رسمي بتوفير هذه المبالغ، ونحن فعلا نناشد عبر قناتكم كل المانحين بتوفير 22 مليون دولار بشكل عاجل لأجل منع انتشار الكوليرا إلى أكثر من 75 ألف شخص هم مهددون بالإصابة بالكوليرا في 15 محافظة من محافظات اليمن إن لم يتم توفير الدعم المالي اللازم لاحتواء هذا الانتشار. شكرا جزيلا لك رنا الصيداني الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، ونؤكد أننا في بلقيس سنبقى في متابعة هذا الموضوع، وهي منبر لإيصال كل ما يخص المواطنين وأيضا إرسال البلاغات والمناشدات كما تحدثت السيدة رنا. ينضم إلينا أيضا وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا فيكم. في البداية أشكر قناة بلقيس، طبعا قناة بلقيس هي قناة مهتمة بالشأن الصحي قبل أن تكون مهتمة بمواضيع أخرى. أنا كنت أتمنى من القنوات الرسمية مثل قناة اليمن قناة عدن أن يهتموا بهذا الشأن، لكن للأسف الشديد لم نحصل على أي تواصل منهم أو أي اتصال من قبل هذه القائمين على هذه القنوات. وناشد وزير الإعلام أن يعني أن تقوم وزارة الإعلام بدورها في هذا الاتجاه. قناة بلقيس ليست هي المرة الأولى التي تتواصل معنا، أكثر من 4 اتصالات من قبلهم في حلقة متفرقة عن هذا واجبنا دكتور، هذا واجبنا دكتور علي، وربما هذه رسالة يعني حقيقة قناة لها منا كل الشكر. طيب دكتور علي، إذن الحالة يبدو خطيرة مما سمعنا من حديث سواء الدكتور محمد أو الأستاذة رنا. الحالة التي وصلنا إليها فيما يخص الكوليرا ألا تستدعي حتى الآن تشكيل غرفة طوارئ؟ ماذا عن خطط وزارة الصحة؟ أين أنتم
مما يحدث؟ نحن في وزارة الصحة عملنا غرفة طوارئ موجودة في العاصمة عدن، من رئاستنا عضوية كل من منظمة اليونيسف والدبليو تي او، منظمة الصحة العالمية. الوضع خطير جدا، الوضع مقلق. أنا قبل لحظات كنت أتواصل مع الأخوان في الحديدة. محافظة الحديدة فيها 102 حالة سجلت حالة مشتبهة، في 6 حالات وفاة مشتبهة. قبل لحظات أيضا وصلني تقرير من محافظة لحج، ترصد لوباي في محافظة لحج، سجلت 73 حالة مشتبهة، حالتين أكدت طبعا في مناطق متفرقة من محافظة لحج، محافظة عدن، العاصمة عدن. 112 حالة مشتبهة، في 8 حالات وفاة أيضا مشتبهة، في حالات أكدت بالكوليرا. نحن التقينا بمدراء مكاتب الصحة في المحافظات الذي فيها الوباء منتشر، وحالة ومحافظات أخرى مجاورة متوقع لا سمح الله أن ينتشر فيها الوباء. فعلا رنا صيداني تتحدث عن 15 محافظة هي محددة. طبعا في كثير من المحافظات نحن نتواصل معهم، لأن مدراء مكاتب الصحة ومدراء الترصد الوبائي فيها ما يتمكنوش يخرجوا من الأماكن اللي هم فيها نتيجة للوضع الأمني، لكن نحن على تواصل دائم معهم. طيب هذا فيما يخص التواصل. دكتور علي، هناك حديث ربما عن أن بعض الوفيات جراء قصور في الرعاية الصحية، كيف يمكن لكم تلافي هذا القصور؟ ليست بهذه الطريقة إنه في قصور، لكن إنه نتيجة الوضع، الحرب الذي دمرت، الذي قام بها ميليشيات الحوثي وصالح، يعني قضت على المرافق الصحة في كثير من المحافظات، وبالتالي هذا يعني سبب التدمير المرافق الصحية سبب لنا كثير من الإشكاليات. أما بالنسبة لإنه في قصور، لا، نحن جهزنا كثير من المستشفيات مثلا على مستوى العاصمة عدن، حددنا مستشفى الصداقة ومستشفى الجمهورية ومركز المعلى للطوارئ ومستشفى صلاح الدين العسكري. أنا كنت قبل لحظات في كثير من هذه المرافق، يعني مع العصر كذا، كل المستلزمات الطبية موجودة، الناس الذي يدخلوا على المستشفيات هذه حالتهم مستقرة، ومنهم من تحسنت حالته وطلع خارج المستشفى. الحالات اللي توفى يعني كثير منها ما وصلت للمستشفى. هذا فيما يخص عدن كعاصمة مؤقتة، لكن مهم أيضا أن تتوفر كل هذه الأمور في باقي المحافظات. نحن في عندنا إشكالية في محافظة تعز ومحافظة الحديدة. طبعا تعز قبل يعني كانت لي تواصل مع دكتور فارس العبسي، هو يقوم بدور كبير جدا. في سجلت 22 حالة مشتبهة في مديرية مقبنة والوازعية. إشكاليتهم في المختبر المركزي لا، يعني ليس لديهم مستلزمات ليقوم بدوره، فبالتالي هم يعني ما يعني عندهم إشكالية إنه ما قدروش يحددوا أو يأكدوا إن هذه الحالات كوليرا أو لا، بسبب إنه لا يوجد إمكانية للمختبر المركزي. أيضا دكتور علي، فيما يخص المختبرات وكشف الحالات، هل لابد من تجهيزات معينة أو بالتجهيزات البسيطة يمكن لأي مختبر الكشف عن المرض؟ لا لا لا، نحن كان عندنا إشكالية في المختبر المركزي في عدن، فالهلال الأحمر الإماراتي تواصلنا معهم وعملوا، وأمس وصلتنا منهم الأنتي سيرا للمختبر. طبعا كان عندنا في المختبر حاجة من السابق واشتغلوا بها، لكن ما بتكفيش. أيضا الحديدة وتعز تعاني من نفس الإشكالية، ونحن نحاول نتواصل مع مركز الملك سلمان إنه يوفروا لهذه المحافظتين من أجل يقوم المختبر المركزي بدورة. أما بالنسبة للمستلزمات الطبية، منظمة الصحة العالمية ساعدتنا كثير، وفرنا في كثير من المستشفيات، حددنا مستشفيات معينة لكثير من المحافظات. ونحن نقوم طبعا نشكر فريق الترصد الوبائي إلى الآن إلى هذه اللحظة يقوموا بدور كله على نفقتهم الخاصة، لم يستلم منهم واحد شيء، لا من قبل الحكومة ولا من قبل المانحين. نتمنى الالتفات لما تحدث به دكتور علي من قناة بلقيس. أشكر الدكتور محمد مصطفى راقم نار مدير الرعاية الصحية عدن، يقوم بدور كبير جدا. أشكر الأخوان في لحق، الدكتور نجوين والدكتور باسل، أشكر أصحاب أبيان الحديدة تعز، كلهم يقوموا بدور كبير جدا أخلاقيا، هم يعني ضميرهم الإنسان الذي حتم عليهم. ونحن في قطاع الرعاية الصحية الأولية يعني نقوم معهم من منطقة إلى أخرى، برضو كل الأمور كانت كلها على نفقتهم الخاصة وعلى نفقتنا الخاصة، لم يحصلوا على شيء، ولكن
الضمير حتم عليهم أن يقوموا بهذا الدور. أشكرك جزيلا دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، مناشدات أطلقتها، نتمنى الالتفات والاستجابة لما تم من مناشدات سواء من الحكومة أو أيضا من مركز الملك سلمان أو المنظمات الإغاثية الدولية الأخرى والاستفادة من الهدنة الحاصلة الآن. ينضم إلينا أيضا من تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي نائب رئيس لجنة الإغاثة العليا في تعز. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. مرحبا بك أخ سامي وبضيوفك الكرام ومشاهدي قناة بلقيس. وضع الكوليرا في تعز كيف تقيمه وهل سجلت أي حالات إصابة؟ أخي العزيز، واضح من كلام الدكتور علي أن تعز لم تحظى بأي اهتمام ولم تحظى بأي إمكانيات لتشخيص الحالات المشتبهة بأنها كوليرا، بالرغم من أن هناك حالتين قد توفيت في المواسط في مديرية المواسط، وهناك أيضا حالتان توفيت في تعز. طبعا التشخيص النهائي هل هي كوليرا أو لا، لا توجد الإمكانيات، وكما أوضح الدكتور علي بأن المختبر المركزي لا تتوفر لديه الإمكانيات لتأكيد سبب الوفاة. لكن ما يجب الإشارة إليه لأن عدد حالات الإسهال المائي الحاد في المحافظة يتزايد يوما بعد يوم، ونستطيع أن نقول أن قسم الباطنية في مستشفى الثورة العام هناك ما يقرب من 150 حالة تستقبل يوميا، حالات باطنية بينها من 15 إلى 20% من هذه الحالات هي حالة إسهال، ولكن لا نستطيع أن 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 نؤكد بأن حالات كوليرا بين هذه الحالات التي تعاني من الإسهال نظرا لعدم وجود الإمكانيات. هناك البيئة في تعز كلها مهيئة لتزايد عدد حالات الإسهال، ولكن كما قلت أن الإمكانيات غير متوفرة وهناك غياب شبه كامل للمنظمات، حتى أننا تواصلنا مع منسقي هذه المنظمات والذين يقبعون في محافظة إب، بالرغم من أنهم منسقين لمحافظة تعز إلا أنهم يتواجدون خارج المدينة، وبالتالي لم تحصل مدينة تعز أو المحافظة بشكل عام على أي إمكانيات لتأكيد تشخيص هذه الحالات، بالرغم من طيب نقطتين أود استفسارك فيها دكتور عبد الرحيم. نقطتين فيما يخص تواصلكم مع ممثلي المنظمات خارج تعز، ماذا كان ردهم؟ والنقطة الأخرى تتحدث عن أنه هناك صعوبة في تقييم الحالات، بالتالي ما الذي يجب فعله من قبل المواطنين في هذه الحالة؟ بتواصلنا مع منسق اليونيسف في إب، وعد بأنه سوف يرسل فريق استقصائي، ولكن لحد الآن كان الاتصال به أول من أمس، لكن إلى حد الآن لم يصل أي فريق ولم تصل أي إمكانيات، بالرغم من وجود منفذ يمكن إرسال الإمكانيات هذه للاستقصاء وتأكيد الحالات. أما بالنسبة كيف نتجنب هذه الحالات، الموضوع كما قلت بأن الكوليرا عادة وكما هو معروف أنها تنتشر في الكوارث، سواء كانت هذه كوارث طبيعية، فيضانات، حروب، وللأسف لأن البيئة هنا في تعز متوفرة تماما لمزيد من انتشار هذه الحالات إن لم يتم عمل شيء لإيقاف هذه الكارثة التي تقل برأسها من جديد، وكأن مدينة تعز ينقصها. طيب ما هذا الشيء الذي يجب فعله؟ بالطبع اولا توفر الامكانيات لتشخيص الحالات لكي نتاكد بان الحالات الاسهال المائي الحاد هي حالات كوليرا، هذا واحد. الثاني هو توفر الادويه والامكانيات وخاصه فيما يخص المحاليل الوريديه. نحن اليوم في مدينه تعز نفتقر الى المحاليل الوريديه، حتى السوق المحليه تفتقر الى هذه المحاليل، ناهيك عن المستشفيات التي تقبل هذه الحالات. هذا شيء. الشيء الاخر، هناك غياب كامل للتثقيف الصحي الذي يجب أن ينتشر بين المواطنين في كيفية تجنب
الإصابة بالإسهال الحاد من حيث شكرا لك دكتور. أكل الأطعمة المكشوفة، غلي الماء، شرب الماء الصحيح، استخدام محاليل الإرواء عند الإصابة بالإسهالات. شكرا لك دكتور. من الخطوات يجب اتخاذها للحد من تزايد عدد هذه الحالات. شكرا لك دكتور عبد الرحيم السامعي، نائب رئيس اللجنة الإغاثية في تعز. مضطر لمقاطعتك، لم يعد لدينا وقت، انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. الشكر موصول لمن شاهد هذه الحلقة ولضيوفها. في الختام نتمنى السلامة للجميع. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، في أمان الله.